أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة ليبيا التعليمية الجديد على القمر الصناعي عرب سات 2023، وهي قناة متخصصة في عرض البرامج التعليمية وشرح المناهج المقررة على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية. تم إنشاء هذه القناة من قبل وزارة التعليم في ليبيا لمساعدة الطلاب في فهم المناهج، ويعمل في القناة باقة من أفضل المعلمين والمعلمات في ليبيا. تردد قناة ليبيا التعليمية 2023 على القمر الصناعي عرب سات. القمر الصناعي عرب سات التردد 12360. إذن القمر الصناعي عرب سات التردد 12360. الاستقطاب عمودي، معدل الترميش 27500، معامل التصحيح 5:6. الجودة SD. إذن القمر الصناعي عرب سات التردد 12360. الاستقطاب عمودي، معدل الترميش 27500، معامل التصحيح 5:6. اسم القناة على قائمة القنوات ليبيا إتيوكيشن. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة ليبيا التعليمية على القمر الصناعي عرب سات 2023. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.